فوابير، ابر فوابير عشان البابور يولع ويبقى كويس. مشط فلايات فلايات يا اساتذه يا معفنين. ميداليات ميداليات مشت يا بيه جامد. تعلقوا دلايه، تعلقوا في العربيه، تحطوا في جيبك، جامد وصغير ولطيف. تشتري مشت يا بيه؟ والله صاحب النظر يميز، ولا انت ما عندكيش نظر؟ طب وليه الغلط ده يا بيه؟ ما احنا ولاد ناس زيكم، دول الحاجه هي اللي خرجتنا. اشتري مشاط، اشتري فلايات. مش دي ابله سناء يالا؟ ابله سناء مين يا عم انت؟ دي واحده هبله. الابله يالا اللي في مدرستنا. هي فيها شبه منها، بس ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ تلاقيهم ما قبضوهاش في المدرسه. يا حوستي، مش دول العيال بتوع تانية خامس؟ الواد ده انا عارفاه من تانية اول، بس ايه اللي جابهم هنا في القهوه؟ والله العظيم اللي عامل لهم استدعاء ولي امر. بس الحمد لله الحمد لله ما عرفونيش ما عرفونيش. يا سناء سناء، الهي ربنا يفضحك يا بعيد فضيحه المطهر. يا ابله سناء انا هموت من الجوع. خلاص كده عرفوني، خلاص عرفوني. يا ابله سناء يا ابله سناء يا ابله سناء ابله سناء. إلهي تتخرس يا بعيد وتتقطع الأحبال الصوتية حبل حبل. ليه بس يا أبلة سناء بس؟ ما طول عمرك بتقول لي يا نقنق، حبك دلوقتي سناء؟ خلاص يا حبيبة قلبي، بصي يا أستاذة سناء، أنت تروح المدرسة وأنا اللي هشحت مكانك. يعني ماشي. لو ما عرفوش سناء يعرفوا المدرسة ويعرفوا إيه يا أبلة؟ ماشي. أنت أنت هو ده الشغل اللي انتم منهمكين فيه طول النهار؟ ده مفيش زبون اساسا دخل البازار من ساعه ما دخلت، ده البازار بينش. امال عادل طول النهار مشغول في ايه؟ ما يا رانيا مش ده زيزون بتاعنا. زيزون زيزون بس انت يا شوال اسكت خالص، اخرس، مش عايز اسمع صوتك. فرجها يا رب، فرجها والنبي يا رب، يا رب هنشحن، فرجها يا رب النبي. زبون 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 زبون. ويلكم. هاي هاو ار يو فاين؟ جود مورنينج جو تادور جو تام لوزوازون لوزوازون. ازيس 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 دمرداش هوسبيتال؟ هوسبيتال؟ وات؟ مستشفى دمرداش؟ لا دي مش مستشفى دمرداش. والله تشبهها. والنبي ايه؟ تطلع بره يا ابن الذين. ما طلعش زبون يا رانيا؟ طلع مريض يا رمزي. يا رب انا قلبي شامم ان في زبون. يا رب النبي حبيبك يا رب هنشحن هنموت من الجوع يا رب. زبون زبون مشي. ما بعتوش الرقصه في الغال. يا رب والنبي زبون واحد يا رب، واحد بس يا رب. يا رب حتى ربع زبون مخروم يا رب. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، اتفضل. اه معلش انا اسف، الظاهر انا دخلت محل غير المحل. لا ده هو دخلت المحل المظبوط صدقني، هو نفس اللي انت عايز تخشه صدقني. لا لا انا متاكد ان مش ده المحل. هو المحل ده حضرتك. حضرتك متلخبط وقلقان، تعالى انا هريح حضرتك. هتفضل اؤمر. انتوا بتبيعوا ايه طيب؟ احنا حضرتك بنبيع يعني مسلات، اهرامات، ورق برضي، اللي تحلم بيه اللي تحلم بيه. طب انا هعمل ايه بده يعني؟ لا ممكن، بص حضرتك ممكن نبيع لك تمثال بخمسة جنيه، ايه رايك؟ لا 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 يا رمزي، لا 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 يا رمزي، لا لا ازاي حضرتك؟ اقول لك على حاجه، احنا هنبيع لحضرتك التمثالين بخمسة جنيه. لا يا رانيا لا، انا بص الزبون ده وحبيته من قلبي، بص احنا هنبيع له خمس تماثيل، وايه رايك تاجر البازار كله ب 2 جنيه في الشهر؟ لا 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 يا لا لا، هقول لحضرتك حاجه، ده احنا ما بنعملش كده غير مع الزباين اللي بتخش قلبنا. احنا حضرتك ممكن ايه كل حاجه تاخدها كده ونديك وتدينا 2 جنيه ونص. لا يا رانيا لا يا رانيا، مش عايزين فلوس يا رانيا، انا حبيت الراجل ده مش عايزين فلوس منه. بص انا هدي لك اكبر تمثال هنا في البازار كله وتدينا الساندوتش ده. وانا اصلا انا شبعت. والنبي الله يكرمك. اتفضل حضرتك اهو، احنا ما بناكلش عرق حد، اتفضل اكبر تمثال عندنا. شكرا، مع السلامه. ده صندوق بالجبنه؟ ايوه يا رانيا، خد السكر. لا 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 لا، بس انا ايه؟ انا هتصور معاه الاول. اه صح يا رانيا صح. هات الموبايل بتاعك. خد يا حرامي الموبايلات، يا حرامي الموبايلات. هات 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 هات.
ايه انت بتهول نفسك انت عبيط انت اتجننت بمخك مش شايفني حمود حفتس التكييف وحش خالص حاضر حاضر يا خالتي مراد اهو اهو في زهور مين صاحب المخروب ده اهي حضرتك اهي طب يلا يا حرمه امسحي لي الدزمه دي ورانا مشاوير عايزين نقضيها ايه ده شيل رجلك انت مش شايف اللي بيقول هنا هيلب يور سيلف يو ستوبيد ده ايه الكلام الملعبك ده مش معقول هوي هوي هو مش قادر مش قادر استحمل الغباء ايه ما بتعرفش تعرف يعني ايه هيلب يور سيلف يعني انت تمسك الفرشه دي وتت ياي الشيء اللي انت لابسه ده يا ماما وريحته وحش هرجع هترجع ايه بس يا خالتي مراني هو في حاجه في معدتك عشان ترجع مساحة دزم دي ولا من النايل تيتي ايه نايل تيتي والجال اللي انت بتقوله ده مش معقول هو وريحة مش طبيعية كمان مش قادر تمسك نفسك بقولك ايه ايه اللي متعلق ده انت دوست على كل الصرصورات اللي موجودة في مصر كلها ايه الزبالة اللي هرجع هرجع موت هي في الحقيقة بعافية شوي اصلا لسه جاي من الزريبة دي الوقت زريبة زريبة عشان كده ريحة بص بقولك ايه جو اوت جو جو احنا قفلنا خلاص احنا مش بنعمل حاجات امشي امشي افتي ايه العالم دي ارزقيه دول ولا فنديه بص بقولك ايه انت راجل انت روح اعمل حاجه في نفسك الريحه بتاعتك مش معقول وبعدين انت كده بتعمل تلوث في البيئه بتاعت مصر كلها لا يا استاذ يا انسه يا استاذ في امره عمل لا 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 ما ينفعش الشغل بالطريقة دي دول 10 ناس ييجوا يشربوا الشاي وما يدفعوش ولا مليم وياخدوا الكوبايات معاهم ده ما فيش الا كوبايه واحده كوبايه واحده يا خبر ابيض طب انا اعمل ايه دلوقتي يا مرات عمي ده انا منقي لك يا مرات عمي احسن غرزه عشان تفرشي جنبيها انا بقول لك ايه اللي هيجي يشرب الشاي تقف جنبه لغايه ما تحاسب يعني اقف جنبه اعمل له ايه اكتفه يعني يا مرات عمي بقى اسكت في زبون جاي اهو ماشي كويس ان واحد عشان كوبايه واحده مساء الخير يا مودة اهلا مساء النور اتفضل هاتيلي 2 شاي انا والراجل اللي معايا ده الراجل مين يا حضرتك انت لوحدك يعني هو تاه منك ولا ايه ايه ده كان لسه معايا دلوقتي صحيح انا لسه رميه في النيل من نص ساعه رميه في النيل طب ليه الهزار بقى التيل ده افرض بقى قلبت بجد وهدومه اتبلت مثلا اعمل له ايه ما هو ابن طماع الناس هتاكل بعضيها تخيل ياكل عليا نص جنيه بحاله لا 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 يستاهل قطم رقبته الله ينور عليك يا ست العقلين يلا هاتيلي بقى كوبايه الشاي عايز اعمل دماغ واظبط الطاسه حاضر حاضر من عينيا نص دقيقه بالظبط ويكون عندك الشاي لسه عايز يعدل الطاسه بقول لك امره عم احنا هنحاسبه ازاي الراجل ده اذا كان رمى صاحبه في النيل هيعمل معانا احنا ايه صح كبسه معلمه كبسه يا نهار اسود كبسه يا نهار اسود طب انت بتجري ليه هعمل لك الشاي انت صاحب النصبه دي يالا لا حضرتك انا كنت جاي اتفرج بس والله امال مين صاحبها يا مين ايوه اللي هناك ده حضرتك انه ده اللي هناك ده حضرتك اللي رمى صاحبه في النيل هاتوا الواد ده قبض عليه ايه ده انا ما عملتش حاجه طب اشرب الشاي طيب